السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة جديدة على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. السلسلة بعنوان اختبر ذكائك. الفيديو الأول يحتوي الاختبار الأول حول التعرف على بعض البلدان والمدن العربية. هذا الاختبار رائع جدا ومسلي لنرى قوة ذكائك، قدرتك على التحدي وتركيزك في الاختبار. إذا تجاوزت الأربعة مراحل بنجاح فأنت شخص ذكي وعبقري. والآن قبل أن يبدأ الاختبار، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات لتتوصل بكل جديد. لنبدأ الآن يا أصدقائي. السؤال الأول: بلد عربي مكون من صورة زائد حرف الراء. الجواب خلال 10 ثواني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذن الجواب هو قطر. إذن هي دولة قطر. قطر هي دولة توجد في قارة آسيا وبالضبط ضمن دول الخليج. إذن الصورة تشير إلى قط. قط زائد الراء تساوي قطر، هي دولة قطر الشقيقة. نمر الآن إلى السؤال الثاني: بلد عربي مكون كذلك من صورة زائد حرفي الألف والنون. الجواب خلال 10 ثواني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الجواب هو لبنان، دولة لبنان. إذن لبنان مكونة من لبن في الصورة الأولى زائد حرفي الألف والنون فتعطينا لبنان. لبنان كذلك لبنان دولة عربية توجد في قارة آسيا. والآن نمر للسؤال الثالث: مدينة عربية الصورة زائد حرف الياء. الصورة زائد حرف الياء. الجواب خلال 10 ثواني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذن الجواب هو دبي. مدينة عربية تسمى دبي. إذن الصورة تشير إلى دب زائد حرف الياء تعطينا دبي. إذن دبي هي مدينة عربية معروفة بكثافتها السكانية توجد بدولة الإمارات العربية المتحدة. الآن السؤال الرابع: مدينة عربية مكونة من صورة زائد حرفي الواو والتاء. الجواب في 10 ثواني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذن الجواب هو بيروت. الجواب هو بيروت. إذن بير زائد الواو والتاء. إذن في اللغة العربية نعلم بأن البير هو بئر، لكن مدينة عربية مكونة من صورة البير زائد الواو والتاء. إذن بيروت هو الجواب الصحيح. إذن بيروت هي مدينة عربية توجد بلبنان وتعتبر هي العاصمة السياسية للبنان، حيث يتعدى عدد سكانها 2 مليون نسمة. إذن كم عدد أجوبتك الصحيحة؟ شاركوني نتيجتكم في التعليق من فضلكم. إذن لمزيد من الاختبارات الممتعة شارك الفيديو مع أصدقائك، وشكرا. تابعوا قناتي تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، ولا تنسوا دعم المحتوى إن أعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.